السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا الأطفال الحلوين، مع حلقة جديدة من برنامج عمو فرحان. السلام عليكم معصومة. عليكم السلام ورحمة الله، شلونك عمو فرحان؟ يا أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً بصديقنا ضيفنا اليوم أمجد. نعم أصدقائنا الأطفال الحلوين، لدينا مجموعة جميلة من الفقرات، لكن شو نسوي هسه؟ روح فاصل. أحسنتي. وتحقق الحلم. مرحبا أصدقائي، الآن فقرة حكاية يوم. وأهلا بكم يا أحبائي بفقرة حكاية اليوم. إن شاء الله تعالى اليوم عندنا حكاية حلوة، ورح نطلع من عدها إن شاء الله بعبرة أحلى. حكايتنا اليوم تحكي عن ولد اسمه حاتم. هذا الولد كان كلش مشاغب، كلش وكح، لسانه كان كلش جارح، وكلماته بذيئة وسيئة. كل الناس كانوا يسمعون من عنده كلام جارح، أهله، أصدقائه بالمدرسة، حتى الجيران، الكل ما سلم من لسانه. بيوم من الأيام قال أبوه لازم أعلم حاتم درس، فخطرت على باله فكرة. راح جاب لوح خشبي وجاب وياه شوية مسامير وانطاهم الحاتم، وقال له قال باكر من الصبح لليل كل ما تأذي شخص بكلامك أو تجرح شخص بكلماتك الجارحة تأخذ مسمار وتدقه بهذا اللوح الخشبي من الصبح لليل لمدة يوم كامل. حاتم ما اقتنع بالفكرة، لكن قال خلي أشوف بابا وين يريد يروح وشنو يريد يسوي. وبالفعل ثاني يوم من الصبح أول ما قعد، طبعا تأخر بالنومة، فإجت عليه أمه تريد تقعده عند مدرسة، فهو نايم بالفراش بلش يصيح على أمه وقال لها كلام بذيء وكلام سيء. وبعد محاولات قعد حاتم من النوم على ما تريق، وإجا يريد يلبس ملابسه، شاف اللوح الخشبي وشاف المسامير وتذكر أبوه شنو قال له، فراح أخذ أول مسمار ودقه بهذا اللوح الخشبي لأنه أذى أمه بكلماته. ورا ما خلص ملابسه وطلع يريد يروح للمدرسة صعد بالسيارة، فالسايق قال له ليش تأخرت، هواي أخذت وقت. وطبعا حاتم هنا أيضا قال كلام كلش بذيء وسيء للسايق، السايق كان متعود عليه، هذا هو روتين حاتم كل يوم من راح للمدرسة، كذلك كل ساعة يتعارك ويا أحد أصدقائه وكل ساعة يتعارك ويا أحد المعلمين. فمن رجع من المدرسة وتذكر كلام أبوه قعد يحسب كم شخص هو أذاه بالمدرسة، كم شخص قال له كلام سيء، فجاب 6 مسامير ودقهم على اللوح الخشبي وبقى هالشكل لنهاية اليوم، كل ما يأذي شخص يأخذ مسمار ويدقه على اللوح الخشبي. نهاية اليوم إجا عليه أبوه سأل حاتم قال له سويت اللي قلت لك عليه، فقال له حاتم إي بابا سويت، قال له روح جيب لي اللوح الخشبي. راح حاتم شاف اللوح الخشبي مسطر عليه 10 مسامير، يعني هو مأذي 10 أشخاص بيوم واحد بس، فخجل بالبداية إنه ياخذ اللوح لأبوه، بس بعدين أخذه. فأبوه من شاف المسامير أمر حاتم إنه قال له تعال وخر ذولي المسامير من اللوح. وبالفعل بلش حاتم يوخر مسمار مسمار من اللوح الخشبي. بعدين قال لأبوه باوع للوح الخشبي شنو تشوف،
شنو سوت هذه المسامير بهذا اللوح؟ فقال لحاتم سوت أثار، سوت ثقوب. قال لأبو وخر هذه الثقوب. قال ما تروح، بعد المسمار صار بثقب باللوح بعد ما يروح. فقال لأبو بالضبط هاي هي الكلمة السيئة والجارحة، ممكن تأثر على نفس الشخص أو قلب الشخص مثل ما يأثر المسمار على اللوح الخشبي، وما نقدر نوخر هذا الأثر بكلمة آسف ولا نقدر نزيله. فيا أصدقائي، تعلم حاتم من ذاك اليوم إنه الكلمة السيئة إلها أثر كلش عظيم بقلوب الناس وبأرواحهم، مثل ما المسمار إلى أثر بهذا اللوح. ولازم إحنا أنا وياكم نتعلم من قصة حاتم إنه فعلاً الكلمة إلها أثر عظيم، إن كانت كلمة طيبة أو كلمة سيئة. ما نعرف إنه هاي الكلمة اللي تطلع من عندنا إحنا ما نعرف شنو أثرها بالناس وبنفس المقابل، لكن صدقوا إذا كانت كلمة طيبة راح يكون إلها أثر كلش عظيم. ممكن هذا الشخص كان مأيس وبكلمتك رفعت إيجابيته، رفعت معنوياته، وممكن العكس كلمتك أذته وكسرت معنوياته. الله سبحانه وتعالى يمثل الكلمة الطيبة ويقول في كتابه الكريم كمثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وأيضا في آية أخرى يقول وقولوا للناس حسنا. فيا أحبائي، خلي أنا وياكم دائما خلي يكون كلامنا حسن للناس، خلي دائما كلامنا يكون مليء بالحب والحنية. وها أوصيكم بطلاب الثالث متوسط والسادس الإعدادي، هالفترة اللي عليهم كلش صعبة، لأن تعرفون طلاب الثالث متوسط هسه عندهم امتحانات وعليهم ضغط، طلاب السادس الإعدادي عندهم آخر شهر بفترة المراجعة. ما تتخيلون هالفترة شقد صعبة عليهم وشقد عليهم ضغط. أنا طالبة السادس ودا أحكي وياكم وأني أعرف شقد هالفترة صعبة، فساعدوهم ساندوهم اكفوا وياهم. صدقوا كلمة من عندكم، ابتسامة، فالدقيقة من الاهتمام والسؤال إذا كان واحد من أهلكم، واحد من أصدقائكم، من الأقارب تعرفوهم بهذه المراحل، فساعدوهم. كلمة من عندكم ممكن تزيل عليهم هم كلش كبير وتزيل عليهم ضغط كلش كبير. فهلا هلا بيهم وهلا هلا بالناس وبأرواح الناس وقلوبهم، ودائما خلي كلامنا يكون مليان حب وحنية. أختم حكاية اليوم بقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا. صدق الله العلي العظيم. مرحبا أصدقائي، الآن فقرة مشاركة الأصدقاء. السلام عليكم أم فرحان. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا يا مهدي. أهلا بيك، شرفتينا. شلونك أم فرحان؟ أم فرحان؟ نعم. شوف صديقنا اليوم شنو عندك، شو محضر لنا اليوم؟ محضر لكم معلومات، يلا نسمع. السلام عليكم، شلونكم أصدقائنا الحلوين؟ رجعت لكم معلومات جديدة. اليوم معلوماتنا عن البطارية. أصدقائي، إحنا كنا مستخدمين البطارية، بس اليوم راح احكي لكم عن البطاريه هي شنو تطلع. البطاريه هي مصدر لتوليد الطاقه الكهربائيه، تصنع باحجام مختلفه مثل بطاريات السياره والبطاريات الجافه، ويتكون قطبين داخل البطاريه، احدهما سالب والاخر موجب. وعند ربط البطاريه بالدائره الكهربائيه البسيطه عبر شنو تربط؟ عبر اسلاك توصيل. وهذه الأسلاك تحول الشحنات الموجة الشحنات السالبة من القطب السالب للبطارية إلى الشحنات الموجبة. وهنا أصدقائنا الحلوين عرفنا شنو البطارية شنو تسوي، وهسه تنتهي حلقتنا من هذا فقرتنا لهذا اليوم. نعم. مع السلامة. أحسن، شكرا لك على هاي معلومة جميلة من البطارية. أشكرك أم فرحان. نعم. تفضل استريح وناخذ الاتصالات، وأول اتصال مع صديقتنا معصومة. نعم إن شاء الله. يا الله، السلام عليكم. أهلا بكم، كيف الحال؟ شلون صحة؟ إن شاء الله بخير. يا مهدي، أهلا وسهلا. عليكم دوم خير إن شاء الله، صحة وعافية. نعم، يلا عندنا دور اتصال مع صديقتنا معصومة. نعم إن شاء الله، ونشوف منو أول متصل بحلقة اليوم. صديقتنا زهراء من بابل، السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا يا زهراء، شلونك؟
زينة بالله. دومك زينة والحمد لله. زهراء شنو اسم بابا وانت بأي صف؟ أول متوسط زهراء عدنان. أهلا وسهلا بي. جاهزة أكيد إن شاء الله نشوف السؤال؟ جاهزة إن شاء الله. ننتقل على الشاشة نشوف السؤال أنياج إن شاء الله سهل تجاوبين عليه. كم إمام معصوم مدفون في البقيع؟ كم إمام معصوم مدفون في البقيع؟ يلا نحسبهم أنا وياك. يلا منو أول واحد؟ ها زهراء. زهراء وياي؟ إي إي. يلا نحسبهم منو؟ الإمام الباقر عليه السلام. إمام الباقر عليه السلام. نعم أحسنتي. أول إمام بعد. والإمام الحسن عليه السلام. والإمام الحسن أحسنتي بعد. والسيدة. والسيدة فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء عليه السلام. وآخر إمام علي بن الحسين. من هو؟ منو؟ الإمام السجاد عليه السلام. إمام السجاد عليه السلام. نعم. وبعد عندنا إمام أخير. بعد إمام أخير الإمام الصادق عليه السلام. يعني عندنا خمس أئمة مدفونين. أحسنتم. والسيدة فاطمة الزهراء. نعم أحسنت. إجابة صحيحة وموفقة. يلا يا زهراء هسه نسمع مشاركة. سورة. نعم تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان. علمه البيان. والشمس والقمر بحسبان. والشجر والجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. إلا تطوف في الميزان. وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام. والنخل ذات الأكمام. نعم. والحب ذي الأصل والريحان. تبعث آلاء. صدق الله العلي العظيم. شكرا جزيلا يا زهراء لاتصالك ومشاركتك الجميلة. نعم اتصال آخر. اتصال مع مهدي. السلام عليكم آية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آية من آية شنو اسم بابا؟ آية صادق. يا صف آية؟ ثالث متوسط. أحسن. بالتوفيق إن شاء الله. جاهزة السؤال؟ نعم. أحضر السؤال مع صديقتنا معصومة إن شاء الله تعالى. والسؤال على الشاشة ونشوفه شي يقول. من هم أئمة البقيع عليهم السلام؟ قبل شوي أخذنا تقريبا نفس السؤال صيغة مختلفة. أئمة البقيع؟ نعم عدديهم. الإمام السجاد والإمام محمد الباقر وجعفر الصادق وأم البنين عليه السلام وفاطمة الزهراء. نعم. وعلي السجاد. أحسنتي. نعم إجابة صحيحة موفقة. سمعنا مشاركتك آية. تمام. على رسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جل جلاله جعل لأخي علي ابن أبي طالب عليه السلام فضائل لا تحصى كثرة، فمن ذكر فضيلة من فضائله مقارا بها غفر الله له ما تقدم وما تأخر، ومن كتب فضيلة من فضائله لم تنزل ملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة رسل، ومن أصغى إلى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع، ومن نظر إلى كتاب في فضائل علي غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر، والنظر إلى علي عبادة وذكره عبادة، ولا يقبل الله إيمان عبد من عباده كلهم إلا بولايته والبراءة من أعدائه. اللهم ارزقنا شفاعة الإمام علي عليه السلام. آمين. شكراً. نعم عندنا اتصال آخر. ألو. نعم رقية من كربلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا وسهلاً صديقتنا رقية. رقية شنو اسم بابا بأي صف أنت؟ الصف الثاني الرابع. تمام. صف الرابع. يلا موفق ان شاء الله. اسم بابا. اسم بابا. احمد. يلا رقية احمد. شوف السؤال مع صديقتنا معصومة ان شاء الله تعالى. والسؤال على الشاشة نشوفه شنو يقول.
من هو أول إمام دفن في البقيع من الأئمة المعصومين عليهم السلام؟ هو الإمام الأكبر للإمام علي عليه السلام، الابن الأكبر للإمام علي عليه السلام، من هو؟ الإمام الحسن عليه السلام. عفية علي، ما شاء الله. نعم، نسمع المشاركة صديقتنا. سورة الفجر. يا الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ما شاء الله الله العلي العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لكم جزيلا. تحياتنا عبد الله من بابل. السلام عليكم عبد الله. وعليكم السلام. اهلا بعبودي، شلونك عبد الله؟ زين. دوم يا رب ان شاء الله تكون زين وبصحه وعافيه. عبد الله قل لنا شو اسم بابا؟ حسنين. عبد الله حسنين من بابل، باي صف انت عبودي؟ الرابع. عفي عليك، رابع ابتدائي؟ أي. استلمت تدي النتيجة تقلو بعد النتائج الشهادة استلمتين. عافية عليك، موفق يا حبيبي. خلينا نشوف سؤالنا على الشاشة، سؤال راح يكون سهل وتقدر تجاوب عليه أكيد إن شاء الله. مشكور. أين يقع قبر أم البنين عليها السلام؟ قبر السيدة أم البنين أين يقع؟ قبل شوي ذكرنا. ها عبد الله، عبد الله تسمعني؟ اي. يلا انطيني الجواب، اين يقع قبر السيده ام البنين عليه السلام؟ في البقيع. في البقيع. عافية عليك يا شاطر. ما شاء الله، عافية عليكم اصدقائنا. عافية. نعم، تفضل بالمشاركه عبد الله. قال النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المنصوص يشد بعضه بعضا. صدق رسول الله. احسنت، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لمشاركاتكم واجوبتكم اليوم، عجبتنا ما شاء الله عليكم، نتمنى الموفقيه لكم دوما. نعم اصدقائنا الاطفال الحلوين، حنروح فاصل ونرجع لكم من جديد. يلا يجي سرحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، أصدقاء برنامج عمو فرحان الذي عودكم على فقراته المنوعة. اليوم سنقوم معا برحلة ممتعة إلى أرض العجائب والتي أوصانا ديننا بالرفق بها وحثنا الله سبحانه وتعالى على الاستفادة من أساليبها كالتخفي والاندماج في البيئة أو حماية نفسها وصغارها من الأخطار المحدقة بها بطرق مختلفة. ما الحيوان الذي سنزوره اليوم؟ دعونا نرى. عندما أرى نملة في أي مكان ألاحظ أنها لا تخاف من أي شيء، ولكن منذ أن تعرفت إلى حيوان حلقة اليوم أشك أنها لا تخاف منه ولا تعتبره عدواً لها.
إنه آكل النمل العملاق. هذا الحيوان ينتمي إلى الثدييات، وجثته هائلة أي كبيرة، برأس ممتد طولياً ومخالب حادة تشبه مجرفة الحفر. يزن حوالي 20 كيلوغراماً، وذيل طويل يستعمله كسلاح مهم للدفاع عن نفسه، كما يتميز بلسانه الطويل اللزج. طريقة أكله هي ما تميزه في أفلام الكرتون، حيث يشبه بالمكنسة الكهربائية وكأنه يشفط الطعام، إلا أنه عندما يلتقط رائحة الطعام يتجول ليكشف الموقع، فيحدد موقع كثبان النمل ويبدأ بالحفر بمخالبه الأمامية وبسرعة. فهو حفار استثنائي، وعندما يصل إلى العدد المذهل من النمل الأبيض يبدأ بلعق الحشرات بلسانه اللزج، ويستطيع أن يلعق حوالي 50,000 نملة لليلة واحدة. هذا الحيوان يحب الخيار أيضاً، وهو يعيش في المراعي والأدغال وموائل السافانا. يسمى أيضاً خنزير الأرض أو الكسلان، وهو حيوان ليلي ويعيش بشكل انفرادي وليس في جماعات كبعض الطيور، وعادة لا يخرج من حجره إلا في وقت متأخر بعد الغروب مثلاً، ويبدأ بتجواله لالتقاط رائحة شهية بالنسبة إليه كرائحة النمل. يوجد صنف من هذا الحيوان وهو حرشفي، أي تغطي الحراشف جسمه كدرع واقية غير قابلة للاختراق، واسمه البنغولين. ولهذا الحيوان يوم عالمي، والذي يحتفل به في السبت الثالث من شهر فبراير، يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية هذا الحيوان الذي بدأت أعداده بالتناقص، والذي يواجه صعوبات نتيجة التغيرات المناخية. وعندما يشعر بالخوف يلتف على نفسه ليصبح كرة محكمة فلا يقهر أمام الحيوانات المفترسة. لكن في الوقت نفسه هذا الحيوان مطلوب بسبب حراشفه لأغراض الموضة والأكسسوار. هذه الحيوانات تلعب دوراً مهماً في الأنظمة البيئية، فيمكنك أنت أيضاً أن تنظم هذه الحركة وتتعهد بمساعدة البنغول من خلال نشر الوعي في هذا الصدد. ما رأيكم؟ الآن سيأتي سرحان المعرفنشي. عليكم السلام ورحمة الله. شلون صحة؟ حياك الله. يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا. أنا ميدي شلونك؟ الحمد لله. أنت شلونك سرحان؟ شو أخبارك؟ الحمد لله. أنت شلونك؟ شاقين. يا هلا وسهلا يا هلا وسهلا. أنا معصومة. أهلا وسهلا يا سرحان. شلونك؟ الحمد لله. ميدي صديقي شلونك؟ حياك الله سرحان صديقي. سرحان أكو شغلة ما قاعد أفتهمها. شنو هي؟ يعني الدنيا هي ليل ولا نهار؟ ها؟ الدنيا هسه ليل لو نهار؟ نهار. زين ليش ما تحضوي مال السيارة؟ ما دفوا المواتفات هذه. ها يعني الأضواء 24 ساعة مفتوحة. مفتوحة حتى شنو يعرفون إنه سرحان قادم. أقول ما ليش تشغل إنارة أصلاً؟ لأن أنت منير دوماً. منو؟ أنت منير مو لو سرحان. هذاك اليوم طفت الكهرباء لا منير ولا هذا. قلت ماكو. زين أنا سرحان مو منير. مو منير؟ لا. منير لا سهل. نعم. شو هي؟ صح. يلا نطلع فاصل. يلا نطلع فاصل. مرحبا أصدقائي، الآن مع
فقرة بنين والنباتات. مرحبا مشاهدينا الكرام، مشاهدين ومتابعين برنامج عمو فرحان. اهلا وسهلا بك عمو فرحان، اهلا وسهلا بكم كادر برنامج عمو فرحان. طبعا اليوم راح نشرح لكم عن نبتة جميلة عرفنا عليها المهندس الزراعي استاذ علاء، واللي هي نبتة اليوغا، واحيانا يسموها نبتة يوغا. هاي النبتة تعتبر 40 جنس خاص إلها، يعني هاي النبتة مو بس هذا النوع عدها، لا بعد هي إلها أنواع عدة، بس هذا النوع اللي مثل ما إحنا نقول عليه نوع مشتهر. مثل ما قاعد تشوفون شلون شكلها حلو وجميل، هي من النباتات الظلية اللي تنحط داخل البيت، ولكن إحنا يستحسن من نشتريها نحطها قريبة على البيت أو قريبة على الشباك أو قريبة على مكان بيضوء الشمس، وبين فترة وفترة نطلعها على الشمس، لأن هي من النباتات اللي تحب الحرارة نوعا ما، تحب الشمس تكون مسلطة عليها. شايفين هاي السيقان أصدقائي اللي موجودة هنا وهنا؟ هاي السيقان يستفادون منها لما يردون يخلون فسيلة نبتة اليوغا تتكاثر، واللي هي يقطعوها ويخلوها بالماء أو لحد ما تطلع جذورها، وبعدين يزرعوها بسندانة. طبعا يفضل السندانة ما تتبدل إلا للضرورة القصوى، يعني تتبدل من تكون صغيرة لما تكبر يلا يبدلوها، وهذا إلا يعني بالضرورة القصوى، لأن إذا تبدلت عن مكانها هذا التراب راح يتأذى أو راح يصير به فد أشياء راح تقتل النبتة مثل ما إحنا نقول، فلذلك هم ما يبدلوها. طبعا إحنا اليوم أخذنا معلومات جميلة ورائعة عن نبتة اليوغا، نبتة جدا جميلة ورائعة، بالأخص إذا خليناها ببيوتنا واعتنينا بها اعتناء جميل ورائع. شكرا مشاهدينا الكرام، شكرا كادر عمو فرحان، شكرا عمو فرحان على استماعكم الجيد، وإن شاء الله اليوم استفاديتوا وأخذتوا معلومات جميلة عن نبتة اليوغا. أشوفكم إن شاء الله بنبتة جديدة أو معلومة جديدة في فقرة عالم النباتات. كانت وياكم صديقتكم بنين، مع السلامة. مرحبا أصدقائي، الآن فقرة مشاركة الأصدقاء. أهلا وسهلا بكم. عندي مشكلة محتومة، خير إن شاء الله، وأريدكم تحلوا لي إياها كلياتكم سويا إن شاء الله تعالى. تفضل. وإذا ما تحلوا لي إياها تراني أزعل عليكم. لا إن شاء الله حنحل لك إياها. إيه شوف، المشكلة شنية؟ أنا قلت بما أنه أنا صرت بتساعدك خليها راح أجيب دفاتر كتب شوية هيكي أتصفح، فقررت أنه أحفظ أول تعريف. للأسف أقرأ أحفظ أطلع برا أنسى، أرجع أقرأ أحفظ أطلع برا أنسى، هيجي يعني. أنا شيدها صح. إيه تسوي بهالحالة؟ زين يجوز طريقة قراءتك يعني مو كلش صحيحة. لا أقرأ وبعدين بيني وبين نفسي يعني حفظت، أروح شوية برا أرجع من جوا أنسى، أقرأ أحفظ أطلع أنسى، أقرأ أحفظ أطلع أنسى. خل أقول لك شيء سرحان، أنت تعرف إنه جسمنا إحنا متكون من عبارة عن أجهزة. نعم. يعني اكو جهاز دوران مثل القلب، جهاز تنفس مثل الرئتين. نعم. جهاز مال الهضمي المعده، اكو جهاز اي جهاز موبايل. اكو جهاز مهم كلش بجسمنا هو الجهاز العصبي. زين يعني مرات عصبي اصير شويه. زين سرحان بس خلي احكي لك. تمام. اكو جهاز اسمه الجهاز العصبي. زين هذا الجهاز العصبي بيه عضو كلش مهم، وهو نعم. اهم جزء او من اهم اعضاء الجسم. نعم. اللي هو الدماغ. آه. زين وين موجود الدماغ؟ موجود بمؤخرة الرأس بالجمجمة. نعم. زين فالدماغ هذا العضو هو صغير، هو المسؤول نقدر نقول هو مدير مال الجسم كله. يعني كل أعضاء الجسم إذا تريد تسوي أي شيء لازم تأخذ أمر منين؟ من الدماغ، من نعم. المدير. نعم. فمن ضمن هذه الأشياء اللي يسويها الدماغ أو المسؤول عنها هي الحركة، الكلام، كل الأشياء، الحركات الإرادية. مثلاً لما ترفع إيدك أنت اجى امر من الدماغ انه انت ترفع ايدك. مثلا الحركات الثانيه اللي غير اراديه مثل حركه القلب، حركه الامعاء والمعده وكل هاي الامور هم الدماغ. من ضمنها هي القراءه والتركيز والحفظ. من المسؤول عليهم؟ الدماغ. فاحنا من نقرا لازم انه احنا نكون منتبهين على دماغنا ونكون كلش مركزين عليه،
وبالاخص انه احنا نحافظ على صحه دماغنا لانه هو كلش مهم. زين هسه تسالني شلون نحافظ على صحه الدماغ؟ شلون نحافظ على صحه الدماغ؟ هسه انا اجاوبك يا سرحان. نحافظ على صحه دماغنا من خلال انه اول شيء نبتعد عن السكريات، لان السكريات كلش تاذي الدماغ وتخليه يعني خامل وكسول. ثانياً إنه إحنا نكثر من الأكل اللي بيه بروتينات اللي بيه أحماض، خاصة وتجي برأس القائمة هي الأسماك. الأسماك كلش مفيدة للدماغ لأنه تحتوي على حامض الأوميجا 3 اللي هو يزود الدم بالدماغ، فهذا الشيء كلش مفيد إلها. بالإضافة يقولون إذا إنه أنت تقرأ وما قاعد تقدر تحفظ أو ما تقدر تحل مسألة شنو تسوي؟ أكل سمكة وروح سوي رياضة. الرياضة تنشط الدورة الدموية، بالإضافة راح تنشط الدماغ، بالتالي راح يركز أكثر حتى يحفظ. تمام. زين، فهذا هيجي إحنا نقدر نحافظ على دماغنا. سعرفي. إذا أقول لي سبقت الامتحانات ما كنت مجبتش. سبحان الله. يخلص. بس أحسنتي. لا شكرا جزيلا. إن شاء الله حلت مشكلتك. إن شاء الله. عندنا اتصال. يلا نشوف. يلا. زينب بغداد، السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك سرحان؟ اهلا وسهلا سرحان، معرفتك شخصيا وياكم يا تنام. يا سلام. ايه انت شنو اسمك؟ زينب عامر. زينب عامر يا سلام، سجل. يا سلام. ايه يا صف. رابع علمي. ما شاء الله رابع علمي، يقولون صعب. لا سهل. شنو؟ شو تقول كلكم سهل؟ انا عندي خامس ابتدائي صعب عندي، شنو الموضوع؟ يلا. انت زينب عندك صعب؟ اي والله كله صعب. زين. أنا أي شيء وراء واحد زائد واحد صعب. بعد عنده صعب. أي. بعد ما ماكو. أي يلا خلينا نشوف السؤال. مبروك سرحان للنجاح. شكراً. نستقبل الهدايا بأسرع وقت إن شاء الله. يلا. يلا نشوف السؤال إن شاء الله على الشاشة. وشنو حيقول؟ دولة أفريقية يجري فيها نهر النيل. مصر. عافية عليك. مصر، السودان، يا سلام. سنتي. جمس، مع مشاركة. سلام، شنو معنى يا سلام دائما نقولها؟ يعني يا سلام، يا سلام. يعني فتي جميل، يا سلام. يعني الشعور عن الفرح. اي نعم. شلون يقولون الله كلش حلو، احسنتي. بس هو ما يقول يا سلام، يا كلام. يا كلام. نعم. احسننا ظلينا نسويها يا سلام كذا. احسنتم يا سلام، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا اهلا وسهلا، استريحوا. يلا نعم، يلا نسمع المشاركه. ما حبوبك لو بشدد ناديتك، ما حبوبي فيك تصبر إلي تمنيتك، ما حبوبي من الصغر تمنيتك، ما حبوبي انت روح ودنيتي يا حسين وطلبتي احكيها أحسنت. نعم، بارك الله فيك. ما شاء الله، مشاركات رائعة جدا اليوم، شكرا جزيلا. نعم، هبة من النجف، السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا ومرحبا، كيف الحال؟ اسمك واسم الوالد؟ ميثم. ميثم من النجف. حياك الله ميثم، شنو اسم الوالد؟ عقيل. عقيل، تمام. ميثم عقيل من النجف الأشرف، بيا صف أنت، قد عمرك؟ مع السلامة. بيا صف يعني؟ عافية عليك، موفق يا حبيبي. خلينا نشوف سؤالك على الشاشة يا ميثم، سؤال راح يكون جدا سهل وبسيط. أعطي أحد استعمالات القطن. بأي شيء نستعمل القطن؟ ملابس. في الملابس. نعم، جميل. نعم، كانت إجابتك صحيحة موفقة. هسه بعد ما جاوبتنا على السؤال، شنو رأيك سمع من المشاركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سبحان الله العلي العظيم، مشاركة رائعة جدا. تحياتي لك. واتصال آخر، زيد بن بابل، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا يا زيد، شلونك؟ زين. إن شاء الله يا ربي دوما زين. زيد اسم بابا وبأي صف؟ زيد حسين بن بابل. أهلا وسهلا بك، بأي صف؟ الصف الخامس. كل التوفيق إن شاء الله. جاهز نشوف السؤال؟ جاهزة.
نعم إن شاء الله تعالى حيظهر السؤال على الشاشة. نعم. دولة عاصمتها القدس. دولة عربية عاصمتها القدس. فلسطين. عفية عليك، إجابة صحيحة. نعم نعم. يلا نسمع مشاركة. بسم الله الرحمن الرحيم، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزلت الملائكة والروح فيه بإذن ربهم لكل أمر سلام هي حتى مطلبك. صدق الله العلي العظيم. مع السلامة وشكرا جزيلا لإتصالك والمشاركة. حسين من البصرة، السلام عليكم حسين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسين شنو اسم بابا؟ حسين جلال الدين. اهلا بك حسين. حسين بيصف الاول متوسط. بالتوفيق ان شاء الله. راح نشوف السؤال. جاهز تسمع السؤال يا صديقنا حسين؟ نعم. راح السؤال مع صديقتنا معصومة ان شاء الله تعالى. هذا السؤال حيظهر على الشاشة. اذكر حديثا شريفا يحث على النظافة. حديثا يحث على النظافة. ها حسين، حسين ويانا تسمعني؟ نعم. يلا يا صديقي انطيني حديث يحث على النظافة. هواي أحاديث أكو. النظافة من ال... قال رسول. النظافة من الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعنا مشاركتك حسوني. في عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ما شاء الله. تحياتنا أصدقائنا الأطفال. نروح فاصل ونرجعكم من جديد. يلا نروح فاصل. مرحبا بكم أصدقائي الأطفال، أنا صديقتكم البومة الحكيمة بو. في أحد الحقول يا صغاري كانت دجاجة تعيش مع فراخها الصغار، وكان يعيش معها في ذلك الحقل بطاط وأرنب وقطة وسلحفاة، وكانت جميع أصدقاء. في أيام الصيف انقطع المطر وجف الحقل ولم يجدوا طعاما يأكلونه. ذات يوم كانت الدجاجة تبحث في الحقل فوجدت حبات من القمح. أخذت الدجاجة حبات القمح إلى الأصدقاء. فرح الجميع وقالوا هيا هيا نأكلها معا. قالت الدجاجة إنها قليلة جدا، لا تكفي لا تكفي. ثم قالت عندي فكرة. قال الأصدقاء وما هي؟ قالت الأفضل أن نزرع حبات القمح لنحصل على حقل من القمح. صفق الأصدقاء لفكرة الدجاجة وفرحوا كثيرا. شرحت الدجاجة الفكرة لأصدقائها وقالت والآن من يقوم بحراسة الأرض؟ سكت الجميع. قالت الدجاجة أنا سأقوم بحراسة الأرض. قامت الدجاجة بحراسة الأرض وحدها، وبعد عملها نثرت حبات القمح. أخبرت الدجاجة أصدقاءها بذلك فصفقوا لها وفرحوا. قالت الدجاجة والآن من يقوم بسقي الحقل؟ هنا سكت الجميع. قال الأرنب أنا لا أحب السقي
والجميع مثله قالوا. قالت الدجاجة: أنا سأقوم بسقي الحقل إذن. قامت الدجاجة بسقي الحقل، وبعد مدة نبتت حبات القمح وظهرت السنابل الصغيرة. السنابل كانت تكبر وتكبر كل يوم، فأخبرت أصدقاءها بذلك وفرحت فرحا كبيرا، وقالت: لقد أصبح لون الحقل ذهبيا وقد حان وقت الحصاد. من يقوم منكم بحصاد الحقل؟ سكت الجميع. وقال الأرنب: أنا لا أحب الحصاد، ألم أقل لك أنا لا أحب الحصاد؟ والجميع كرروا وقالوا مثله. فقالت الدجاجة: أنا سأقوم بحصاد الحقل. قامت الدجاجة بحصاد الحقل، فصنعت عددا من أرغفة الخبز اللذيذة، وأخبرت أصدقائها وقالت لهم: أنتم جميعا كسالى ولا تحبون العمل، ومن لا يشارك في العمل فليس له الحق في الأكل. أيها الأصدقاء، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعمل والتعاون فيما بيننا، وهو لا يحب الكسول ولا يساعده. هل عرفتم الآن مغزى قصتنا يا أحبائي؟ إذن انتظرونا وقصة جديدة من قصص البومة الحكيمة. بو! إلى اللقاء. مدرستي الخدامة تظل أمي البنين، ويدرس كرامة على حب الحسين. مدرستي الخدامة تظل أمي البنين، ويدرس كرامة على حب الحسين. مدرستها عامرة ومتصدرك الحين، شيدتها بالدماء ودمعت العين، ولذلك خالدة تظل طول السنين، واختصاص المدرسة الخدام الحسين، واختصاص المدرسة الخدام الحسين. عنوان الدراسة فخر للعاشقين، ويدرس كرامة على حب الحسين. عنوان الدراسة فخر للعاشقين، ويدرس كرامة على حب الحسين. تشرفي على المدرسة وهي المديرة، وبدروس التربية كلش خبيرة. تشرفي على المدرسة وهي المديرة، وبدروس التربية جدا خبيرة. خرجت أربع زلين بس كلها غيرة، ما خذي الأول طلع بدر العشيرة، ما خذي الأول طلع بدر العشيرة. وبأصعب مراحل ولدها ناجحين،
بالحسين وبأصعب مراحل ولدها ناجحين وتدرس كرامها على حب الحسين تعبتي ونالي قضوب بهم مراده وحققت كل اللي تريده بكل اراده جربتهم طلع واهلا للقياده وتالي فعلا ونجحوا بدرس الشهاده وتالي فعلا نجحوا درب الشغادة رفعوا هامتهم وامير المؤمنين والدرس كرامة على حب الحسين صح فقيدهم عذباها وشيب الراس وظلت تنوحي بهجرهم لاخر انفاس لكن الله عوضاها وتشهد الناس ما تموت الخلفت بالدنيا عباس ما تموت الخلفت بالدنيا عباس وان طه الوجاه إله العالمين وتدرس كرامة على حب الحسين نصيح يا أم البنين إني لجينا هواي والله هواي ميت فضله علينا هاي مدرستي فخار والهم تمينا جاهزين بوضع فاضل وفقينا يا أم الأطايب دعينا بكل حنين وتدرس كرامة على حب الحسين يا أم الأطايب دعينا بكل حنين وتدرس كرامة على حب الحسين حرف القاف أيتها الحروف أيتها الحروف هنالك أمر مهم أريد أن أخبركم به ماذا هناك يا حرف الميم؟ ماذا؟ لقد نفد ما عندنا من طعام ونحن بحاجة إلى الطعام لنقوم بأعمالنا نعم وأنا كذلك قد نفد ما لدي من طعام أنني جائع وأنا كذلك إذن نحن نواجه مشكلة وعلينا التفكير في حل ما علينا أن نفكر سويا أيتها الحروف تعرفون بأن لدي أنفا كبير وأنا أشم روائح الأزهار من بعيد ودائما ما أشم روائح لأزهار الفواكه من ناحية النهر إذن لابد أن هنالك أشجارا للفاكهة لنذهب ونبحث هناك
لا يوجد أشجار في هذا المكان. قد تكون في مكان قريب من هنا. أيتها الحروف، هنالك أشجار في الضفة الثانية من النهر. لكن كيف نستطيع العبور إلى الضفة الثانية؟ نحتاج إلى القارب للعبور إلى الضفة الثانية. ها؟ والآن تبدأ مهمتي. أنا حرف القاف، وكما ترون فإن شكلي يشبه القارب، وسيساعدني حرف الغين في قف الثمار، وحرف الباء يحملها ويوصلها إلى القارب. قارب، ما رأيكم؟ يسكن فرحا حرف القاف بين الفاء وبين الكاف، يسكن فرحا حرف القاف، قاف 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 قاف. نعم حياكم الله. خلينا نزور القرعه. شو رايكم؟ نجرين. بسم الله. يا الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله. خلينا نحط الاسماء ونسحب ورقه، نغمض عيننا نشوف ورقه. بسم الله. احسنت احسنت. الله لنا ولكم. نعم عبد الله حسنيا من بابل، كل التوفيق يا عبودي. شكرا لك ولاتصالك اليوم، نورتنا وشرفتنا. احسنت صديقنا. لاستلام جائزتك توجه ان شاء الله لمدينه نوارة الاملاك السياحيه في محافظه كربلاء المقدسه، حتى تستلم كارت من بوابه المدينه وتتمتع ان شاء الله وتستمتع انت والعائله الكريمه بالالعاب الجميله والاماكن الرائعه داخل المدينه. شكرا لكم. نعم احسنتم احسنتم، بارك الله بكم. شكرا لكم جميعا. شكرا لك. شكرا جزيلا. نعم نعم يا ترى ان معرفتك شخصيا. ادعي لاصدقائنا اللي جانا تحنون هسه. ايه ان شاء الله. وصديقنا احمد ايضا ذكرنا احمد. صحيح. ايه صحيح. ادعي لك احمد صديقنا احمد ان شاء الله تنجح. شاء الله يا الله. ايه صحيح. بس لو لا ينجح تجيب لنا فشي. لا انا درسته. ايه يا رب الموافقين ان شاء الله جميعا. ايه بدي انا درسته لاحمد. انت درسته؟ ايه انت درس روحك يا سرحان. لا لا هو قال ان شاء الله انت سرحان من درستني ترى شاطر. يا الله يا الله. يعني معقوله انت درست مواد مال ثالث متوسط؟ وصار إيه؟ شاطر يعني؟ اي اسهل من الخامس ابتدائي يعني. اها اسهل. ما شاء الله عليك. احنا صعبه. بعد ما اعرف، الشغله بالعكس صارت. هو سبحان كل شيء يعكسها. مو صحيح؟ اي صحيح. اي لا ان شاء الله صحيح. يا الله ان شاء الله صحيح والله. يعني اصدقائنا الاطفال، قصت حلقتنا لهذا اليوم، على امل اللقاء بكم مع حلقه جديده ان شاء الله مع سامي. في حفظ الله دوما وابدا.